الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وهل مسألة تفضيل عثمان وعلي من مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعاد عليها؟ الجواب: المتقرر عندنا أن كل خلاف ثابت عن أهل السنة والجماعة فلا يعتبر من مسائل العقيدة الكبار التي تجعل في مصاف المسائل العظيمة التي يوالى ويعاد عليها، ومنها هذه المسألة. فإذا سمعت أحدا يفضل عثمان أو يفضل عليا فلا حق لك أن تخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة، ولكن من فضل عثمان أو عليا على أبي بكر وعمر فتفضيله هذا خارق للإجماع الذي انعقد عليه مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا مسألة التفضيل بين عثمان وعلي تربيعا وتثليثا ليست من مسائل الدين الكبار.